لسه بتحب احمد فؤاد نجم؟ بص انا يعني ما اقدرش اقول بحبه، يعني انا ست متجوزه، والحب اللي هو بحب نجم كقيمه، بحب نجم كحاجه كبيره قوي حصلت في حياتي وفي حياه المصريين لن تتكرر. يعني انا في رايي نجم لن يتكرر، على الاقل لم يتكرر في الفتره اللي عشتها. كشاعر، كقيمة، كإنسان، أقول لك إيه، كأستاذ كمان يراعي الأجيال الصغيرة ويشجع الشعراء الصغيرين. يعني شفت فيه هذه المزايا، وده اللي باقي عندي طبعا كل تقدير والإعزاز. طب تقديرك لأحمد فؤاد نجم أو حبك لفن أحمد فؤاد نجم، وانت كنت مراته في يوم من الايام وده مستمر لغايه النهارده، حبك وتقديرك ليه ده ما بيصيرش غيرة جوزك دلوقتي؟ لا طبعا، ولا حتى لو احمد فؤاد نجم كان عايش. لا طبعا، لان جوزي راجل فاتح وسامر، يعني وعارف ان انا اتجوزت احمد فؤاد نجم، وعارف العلاقه المتحضره اللي كانت بينا. فبالعكس يعني كان بيقابله كويس جدا وبيرحب بيه، وبرده جوزي بيعتبره قيمه كبيره طبعا. علاقتك ايه بام زينب؟ علاقتي بأم زينب علاقة جميلة جدا جدا جدا، لأن أم زينب كانت بنت حتتي قوي. يعني أنا كنت في الغورية، كانت هي بنت عم علي اللي بيعمل الكراسي، اللي بيصنع الكراسي على إيده، كانت ميد. يعني أم زينب كانت صغيرة، وكانت وقت ما أنا كنت ساكنة ما كانش عندي مية، كان عم علي الله يرحمه العظيم ده وكتير من الناس اللي في الحته كانوا بيحولوا لي الميه بايديهم ويشيلوها على راسهم ويجيبوها لي. ام زينب اتعرفت عليها من زمان، يعني اميمه في الحاره، وبعد ولما عرفت ان اميمه، من اول ما عرفت ان اميمه او نجم خطب اميمه، انا باركت لها واتبسطت قوي، لان هو كان في حاجه لحد جميل طيب ابن بلد ياخد باله منه وقت اللي هو رجع من سوريا. من ساعتها واحنا بقينا اصحاب جدا انا وهي، ويمكن كل عيد ميلادات زينب انا حضرتها من وهي عندها سنه او سنتين، يعني علاقتنا وطيده وعمر من عمر زينب. الف شكر لحضرتك الفنانه عزه بلبع، شكرا جزيلا.